التنوع هو رسالة أن هذا حزب مفتوح لكل المغاربة، لكل الطاقات الراغبة في الفعل الإيجابي بمنهجية واضحة بدون خلفيات. نحن مشروعنا لبلادنا، مشروعنا السياسي والاقتصادي ومشروع واضح، تقوية مؤسسة البلاد، تحقيق التنمية والارتقاء بالأوضاع المادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، ثم تحفيز المواطنات والمواطنين على المشاركة في السياسة، ومن خلال هذه المشاركة على المشاركة في اتخاذ القرار السياسي على الصعيد المحلي والقطاعي الجهوي أو الوطني. حقيقة أنا متأثر أنه كنشوف حجم الإقبال المتزايد من خاصة من الأجيال الجديدة من الشباب، لأنه الهدف كذلك هو أن ننتج لبلادنا نخبا جديدة في كل القطاعات. ما يمكنش اللي في شي بلاصة يورثها ويبقى فيها لسنوات طويلة، لأن كنشعر بواحد السعادة خاصة أننا سنسلم هذا الحزب العتيد الذي ولد منذ 40 سنة وقدم إسهامات كبيرة في مختلف مناحي الحياة في بلادنا، أن نسلمه لجيل جديد من الشباب، من الأطباء، من المهندسين، من الأساتذة ومن كل الفعاليات ليواصلوا المسيرة، لأنه بلدنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله اختارت الاختيار الاستراتيجي لتوجهها هو الاختيار الديمقراطي، والاختيار الديمقراطي يقوم على التعددية، يقوم على التنافس، وبغينا نعيد السياسة النبل ديالها والبهاء ديالها. السياسة ماشي هي التخربيق وهي الانتخابات وهي التخلويد والصورة، حقا احنا الإنسان يتألم لكي يشوف صورة سلبية اللي عند عموم الشباب على الفعل السياسي وعلى العمل السياسي. خصنا نرجعوا الاعتبار والمصداقية للعمل السياسي والأحزاب كفضاءات للنقاش، كفضاءات لتبادل الأفكار، كفضاءات للتقدم ببرامج قادرة على الارتقاء بالبلاد. كل واحد كيساهم من موقعه، الإعلامي والطبيب والمحامي والأستاذ والتلميذ والعاطل والفلاح. الأحزاب خصها ترجع واحد المدارس للتكوين، واحد المدارس لإنتاج الأفكار، واحد المدارس لإنتاج الاستراتيجيات. ماشي السياسة هي الانتخابات، السياسة هي كل واحد يترشح، السياسة هي الكلام السوقي والتنابز بين الأحزاب. فاليوم أنا حقيقة متأثر وأنا كنشوف مستوى النقاش بين هاد المهندسات والمهندسين اللي كنحييهم على الشجاعة ديالهم بالانخراط لممارسة العمل السياسي، و تنحييهم على اختيار التجمع الوطني الأحرار. شكرا جزيلا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في 20 فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.